يا هلا فيكم من جديد. تتعرض المملكة لحملات إعلامية منظمة من عدد من الدول والتي تسعى لطمس الحقائق والتشويه المتعمد لمكانة المملكة وصورتها. وأمام هذه الحملات تأتي الحاجة إلى إعادة صياغة استراتيجية واضحة وفاعلة لإعلامنا الخارجي لمواجهة ذلك بدلاً من الموقف الصامت للأسف. دعونا نتابع هذا التقرير، بعد ذلك سنفتح ملف النقاش حول هذا الموضوع. بظهور جريدة أم القرى عام 1924 للميلاد، بدأ الإعلام السعودي يحبو أولى خطواته منسجما مع نهوض البلاد وازدهارها. منذ ذلك العام وقبل أكثر من 90 عاما، حقق الإعلام السعودي بكافة وسائله بعض المنجزات والقفزات على المستوى الداخلي، لكن يبقى صوته في الخارج مبحوحا. وسواء كان صوته غائبا أم مغيبا، فيكفي أن قوة ناعمة بيد المملكة لم تستغل للتأثير خارجيا لتحقيق مصالحها وتبيان صورتها الحقيقية دون تدليس وتشويه أمام العالم. حملة إعلامية ظالمة ضد المملكة من جهات عدة يلحظها كل متابع للإعلام الغربي في صحفه أم في قنواته الفضائية أم غير ذلك من الوسائل، بتشويه صريح لصورة المملكة وثقافتها، ويطرح ذلك تساؤلات عدة: من يقف لها بالمرصاد؟ اليوم ومع بروز الإعلام الجديد وبسط سيطرته وهيمنته على المشهد بكافة وسائله المتجددة ليصبح بشهادة الجميع أيقونة العصر وعنوان المرحلة المقبلة، ينظر له البعض كفرصة قادمة لتعويض ما فات في السابق. ويبقى السؤال دوما مطروحا: متى نتحرك للآخر؟ متى نتحرك للآخر؟ للحديث حول هذا الملف الهام ينضم معنا في الاستوديو أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود والمستشار الإعلامي الدكتور سعيد الغامدي، كذلك ينضم معنا في الاستوديو الصحفي والأكاديمي المختص بالإعلام الأستاذ عبد المحسن القباني. حياكم الله معنا جميعا على طاولة أهلا، شكرا لتلبيتكم الدعوة. أبدأ معك دكتور سعيد، يعني اليوم يعني إذا جينا نتحدث عن واقع إعلامنا الخارجي، يعني الكثير يرون أننا لم نستطيع أن نواجه كثير من الحملات المضادة اللي تسعى أن تشوه سمعة المملكة أو تسيء أو تزيف كثير من الحقائق. على سبيل المثال ربط أحداث 11 سبتمبر بالمملكة والإعلام الأمريكي اللي ما زال يتحدث عن هذا الموضوع في حين هناك صوت إعلامي ضعيف من قبلنا. كيف تقيم وضعنا يعني بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة. وحقيقة أن هذا الموضوع هو هاجس كبير جدا، ويجب علينا جميعا كأكاديميين ومفكرين وأصحاب رأي أن نعمل سويا في الخروج من هذه الأزمة. ما يحدث الآن هو شيطنة بكل معنى الكلمة، يعني الإعلام الدولي أو الهجمات الدولية الإعلامية على المملكة تريد فعلا رسم صورة شيطانية للمملكة في العالم. هذا البلد بهذه المقدسات بهذه الإمكانيات الكبيرة الضخمة يستحق منا أن نعمل أكبر مما هو موجود الآن. أنا أتفق معك تماما، نحن لدينا مشكلة حقيقية في الإعلام الخارجي. صورة المملكة في الخارج تزداد غموضا يوما بعد آخر، ولا نرى للأسف الشديد في الأفق أي عمل استراتيجي منظم يقف في مواجهة مثل هذه الحملات اللي تفضلت فيها. هناك حملات على وضعنا السياسي في المملكة، حملات على وضعنا الاقتصادي والتشكيك في المملكة، هناك على
الايديولوجيا الموجودة في البلد، المذهب المتبع في البلد، هناك إبراز لجوانب تدل على أن هناك مخطط لكل هذه الأعمال. هذه الأعمال لم تأتي من فراغ ولم تأتي بالصدفة، إنما هي جهد دول، جهد شركات، جهد منظم لشيطنة هذا البلد. لذلك أنا أتفق فعلا أنه نحتاج إلى وقفة مصارحة، لأنه يجب أن نعترف أن هناك مشكلة، ولكي تبدأ في أي عمل يجب أن تعترف بالواقع، يجب أن يكون لديك تحليل للمشكلة، للقضية التي أنت فيها، للموقف الذي أنت فيه. إعلامنا الخارجي ضعيف جدا، ولا يمكن أن ينكر هذا أحد، ولذلك نجب علينا أن نعمل في استراتيجية إعلامية قوية لمواجهة، لا نقول للتكذيب أو للتفنيد، لإظهار حقيقة المملكة العربية السعودية بلدا، قيادة، اقتصادا، سياسة، إسلاميا، بكل جوانب الحياة الموجودة. نحن عندنا وبفضل الله تعالى من الجوانب البراقة. يا أخي الكريم، أضرب لك مثال بسيط بموسم الحج الأخير، ما الذي حدث فيه؟ أشاد كل العالم تقريبا بما عدا الأعداء المعروفين، أشادوا بقدرة المملكة في هذا التنظيم. إذن أين جهودنا الدولية في هذا المجال؟ أنا أتفق معك تماما، وأدعو من خلال برنامجكم إلى أن نجلس مع بعض كمفكرين، مثقفين، أدباء، رجال دولة، للخروج باستراتيجية كيف نتعامل مع هذا الموقف. جميل، احنا بنتكلم تفصيل أكثر، يعني ما المطلوب مننا بشكل كبير حتى نواجه هذه الهجمات ونوضح صورة حقيقية. لكن عبد المحسن، يعني البعض يرى أن وسائلنا الإعلامية يعني لم تستطع الوصول للمواطن في الداخل، ولم تستطع فعلا أن تؤثر ذاك التأثير داخليا، حتى نجي نطالب إعلامنا بأن يكون له حراك وتأثير خارجي. فالبعض يقول خلنا نعيد صياغة المنظومة الإعلامية الداخلية ابتداء وبعدها ننطلق يعني خارجيا، وش رأيك؟ صحيح، أنا أتفق مع هذا الكلام، وكلام جميل تفضل به الدكتور سعيد، وهي أهداف سامية لكي نصل إليها. هناك جهد كبير نحتاج إليه، وإعادة صياغة للمشهد الإعلامي والنظام الإعلامي السعودي في الداخل. كلنا نعرف أن الإعلام الداخلي ليس على كفاءة عالية، وصحفنا ومؤسساتنا الرصينة والجيدة هي في خارج المملكة، الشرق الأوسط، الحياة، مجموعة MBC، كلها تعمل في داخل المملكة. العمل الإعلامي الداخلي ينقصه الكثير، كذلك ينقصنا الكثير من الكفاءات. السعوديين لم يلتحقوا بمجال الإعلام ولم يغرهم مجال الإعلام إلا مؤخرا. أقسام الإعلام التي نحن ننتسب إليها كنا كثيرا نحاول، أو زملائنا الذين كانوا يلتحقون بأقسام الإعلام لم تكن الإعلام هي رغبتهم الأولى، وإنما كانوا يرغبون في مؤسسات أخرى. الآن اختلف الموضوع، ربما الدكتور سعيد هو قريب من الطلاب في المرحلة الحالية ويرى الإقبال والمواهب التي تلتحق بقسم الإعلام. إذن نحن بحاجة إلى تأهيل كفاءات على المستوى المحلي في الدرجة الأولى، وهناك لا توجد لدينا كفاءات حالية على الأقل للتصدي للحملات الموجودة التي تأتي من خارج المملكة. هناك نقاط أريد أن أؤكد عليها بعد قليل، لكن أستشهد بهذا الموضوع أن الوزير عادل الجبيري يضطر بنفسه لكتابة مقالات ونشرها في تلك الصحف، نظرا لأن الكتاب الرأي لم يتواصلوا مع المؤسسات الإعلامية. هل هي مسؤوليتهم كتاب الرأي من يتواصلون؟ ولا مفروض هذا مؤسس عمل مؤسسي؟ لا، العمل المستقل دائما هو أفضل بالنسبة للإعلام الغربي وأكثر موثوقية من أن يكون خطابا حكوميا. إذن أنا أتوقع هذه نقطة ضروري نركز عليها، وهو إتاحة وفسح المجال للعمل المستقل. هناك فيديوهات يوتيوب تم إنتاجها بعمل مستقل من مجموعة شباب، وكانت للأسف أنها كانت تنتقد المملكة وقيادة المرأة للسيارة تحديدا، وحظيت بإقبال كبير ومشاهدة عالية فاق 15 مليون مشاهد. لو أنتجت مؤسسة حكومية فيديو مثل هذا لن يحصل على موثوقية المشاهد الغربي ولن يحصل على ذلك الرقم. أنا أتوقع أن فتح المجال وفسح المجال لعمل مستقل وعمل مكثف للإعلام الخاص والأعمال المستقلة بإمكانه أن يعالج بعض الخلل. طيب، أريد أن أكد على نقطة، لا نزاع، لا ننازع الصحافة الغربية في حقها في أن تكتب ما تشاء وأن تنشر ما تشاء. نحن نطالبهم بالتوازن وبالتوصل إلى بعض الحقائق والمعلومات، وهنا علينا مسؤولية بفتح المجال لهم للوصول إلينا. طيب، في أمر آخر يعني إشكالية أنا أربطها ما بين إعلامنا الداخلي والإعلام الخارجي اللي قد يسيء المملكة يعني بعض الأحيان. يعني أحيانا بعض القصص الإخبارية اللي قاعدة تطلع عندنا
أستشهد لك مثلا سالفة أبو سن على سبيل المثال اللي يمكن انتشرت الفترة الماضية والقبض عليه بسبب يعني ما يقوم فيه يعني ببرنامج أحد برامج التواصل يعني اللي هي فيديو وصورة وخروجه بعض ذلك بكفالة طلع تم تداول في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف تحدثت عنها وتفاجأ أنه حتى أحد الصحف الأمريكية تتحدث عن هذا الموضوع أنه سيقابل بسجل لمدة 3 سنوات طبعا هذا غير صحيح يعني بسجل لمدة 3 سنوات تزوير يعني وجعلوا منها قصة يعني لأجل أنه شاب مراهق مارس حريته وواجهناه فأحيانا تبنى كثير من القصص على قصص تصنع هنا صحيح تعليق هذه واحدة من أنا أتوقع أن الكتابة من غرف الأخبار يختلف من الكتابة في الميادين أنا قريب من الصحافة الأجنبية والصحفيين الذين يقيمون في المملكة والذين يزورون المملكة هناك صعوبة في الوصول للمملكة وحتى إن عرض عليهم العمل في داخل المملكة هناك بعض التحفظات الاجتماعية بالنسبة لهم ولأسرهم للعمل في خارج المملكة حتى وإن كان المبلغ مجزي تلك الوسائل لو كان لديها مكاتب في المملكة أو مراسلين في المملكة لتحققوا من الكثير من المعلومات هذه واحدة من الأشكال أنهم يتقصدون يعني أنهم يعني يلتقطون مثل هذه القصص حتى تكون وسيلة للضغط على مثلا الجانب الحقوقي عندنا نذكر حنا سالفة مثلا قيادة المرأة للسيارة صحيح. والبعض اللي الله يهديهم اجتهدوا مثلا وتواصلوا مع بعض وسائل الإعلام الغربية وصارت هناك تسوي قصص إخبارية في سبيل أنها تضغط في هذا الجانب بتصرف يعني كان يعني سيء أنك تخلي الغير يقلب عليك ولا أفترض سوء النية لديهم لكن أنا أتوقع أن هذا ليس عملا متوازنا بالنسبة لهم وأنتقدهم في إطاره الإعلامي لكن لا أنتزع حقهم في أنهم يتلون القصص ويلتقطون القصص التي يرونها لافتة لكن على كل حال نحن نحتاج إلى كثير من العمل وتحضير الكفاءات السعودية إذا يعني من الأفضل وفي هذه الحالة أنا أريد أن أقول هذه النقطة قريب منها ترى إحنا قاعدين نتكلم كلنا إعلاميين أتوقع ويعني ويعني ننتمي للجانب الإعلامي صحيح. كنا نحكي لأجل الوطن صحيح وبالتالي نتكلم بكل شفافية عن واقعنا يا جماعة لأجل أننا والله نخاف على البلد بالضبط وحنا قلبا وقالبا ما يرضينا أبدا ما أن يساء المملكة بسبب ضعف صوتنا الإعلامي الكفاءات المحلية هي الأجدر بمخاطبة الإعلام الغربي أنا أتوقع نظرا لصعوبة وصول المراسلين إلى المملكة وقبولهم وقبول عوائلهم بالإقامة في المملكة من المفضل ومن الأفضل أن يتم تحضير كفاءات سعودية بلغات متعددة وأن يفهموا جميل. العمل المهني الذي يقوم طيب. به الصحافة أنا ألتقط الأخيرة نعم. بلغات متعددة نعم. يعني حنا يمكن خطابنا الإعلامي أحيانا يحدث نفسه باللغة العربية في حين نعم. على سبيل المثال إيران قاعدة تهيئ متحدثين بكل اللغات تلقاهم يطلعون في كل القنوات الفضائية الفرنسية نعم. تتحدث الفرنسية وتتحدث باللغة الإنجليزية والأسبانية ويتحدثون لكن حنا عندنا قليل جدا أو قد يعني يعدم أن يوجد فعلا كفاءات تتحدث بصوت المملكة توضح الحقائق في ظل هذا التزييف. نعم أنا الحقيقة يعني هذه النقطة من أهم النقاط الرئيسية ودي قبل أن أبدأ فيها أشير إلى نقطة مهمة أنه كثير مما يلتقطه الإعلام الأجنبي ويسيء للمملكة يصدر للأسف من الشباب أو من الداخل يعني بمعنى وسائل التواصل الاجتماعي تثير قضايا هامشية وتجعل منها وتضخمها وبالتالي هذا المراسل يلتقطها وينشرها في وسيلة الإعلامية الغربية كثير من القضايا الموجودة داخل البلد التضخيم الذي يحصل في وسائل التواصل الاجتماعي في المواقع وفي بعض الصحف الإلكترونية يصبح مادة دسمة للمراسل الغربي وبالتالي تسيء للبلد ولذلك أنت تعرف أنه فيه وسائل التواصل الاجتماعي آلاف مئات الآلاف من الحسابات الوهمية التي تسيء لهذه البلاد وبالتالي ترسم هذه الصورة السيئة عن البلد وتثير بعض القلاقل وتثير بعض التساؤلات ولكن أنا أركز على ما ذكره الأستاذ عبد المحسن وذكرته أيضا في قضية أنه يجب أن يكون لدينا كفاءات يجب يا أخوان أن ضمن الاستراتيجية الإعلامية أن يكون لدي 50 متحدث باللغة الإنجليزية من أبدع ما يمكن بلغة إنجليزية قوية جدا ومثلهم بالفرنسية ومثلهم بلغات الأوروبا الأخرى ومثلهم بالصيني ومثلهم بالأسباني لأن كثير من دول أمريكا الجنوبية تتحدث لذلك هؤلاء الناس عندما يكون لديه خلق ونتكلم بصراحة شديدة الآن على المستوى الدولي
لا نشاهد يا أخوة إلا معالي وزير الخارجية ومعالي سفيرنا في الأمم المتحدة هم اللذان يتحدثان باسم المملكة ويستطيعان التعامل مع وسائل الإعلام الغربية. أنا على اطلاع ببعض الأمور وهناك بعض الصحفيين الأجانب والمراسلين الأجانب يبحثون عن المعلومة ولا يجدونها، يجدون الهاتف مقفل للمتحدث الإعلامي الموجود في بعض القطاعات، أو أنه لا يرد تماما، أو لا يجيد اللغة الإنجليزية، أو لا يجيد اللغة التي يتحدث بها المراسل. يجب أن يكون لدينا ضمن هذه المنظومة التي نراها أو الاستراتيجية التي تصوغها عدد من الجهات الحكومية في المملكة أن تركز على جانب اختيار الكفاءات الإعلامية. كما تعرفون جميعا والمشاهدين أيضا يعرفون إنه الإعلام يحتاج إلى شخص متمكن، شخص مفوه، شخص لديه من المهارة في التحدث مع المراسل الأجنبي. وبالتالي هؤلاء الشباب، وأنا أجزم وأنت تعرف وأنت مثال حي، الشاب السعودي متى أعطي الفرصة نجح في وسائل الإعلام. يا أخي انظر حولنا في الوسائل السعودية الخاصة، نجح الشباب السعودي هنا في روتانا في الام بي سي وفي غيرها من القنوات، في الجزيرة أثبتوا كفاءة. ولذلك الشاب السعودي متى أعطي الفرصة ومتى أعطي، خلنا نقول نجعل المقابل المادي آخرا، ولكن الثقة. التدريب والثقة وزرع الثقة في هذا الشخص نجده في هذا المكان. هناك إشكالية يجب أن نعترف بها، وهي أنه ليس من السهولة بمكان أن تنشر مثلا في CNN، وليس من السهولة في البي بي سي، وليس من السهولة أن تنشر في الجارديان. ولكن عندما تتواصل مع المراسل، تتواصل مع الكاتب، يسمع منك. هناك طريقة أخرى، التعليق يا أخوان. إحنا عندما ندخل في مقال مثلا روبرت فيسك وهو معروف بموقف العدائي من المملكة، ولكنه يكتب عندما ترسل له رسالة إيميل تقول له أن الحقيقة التي ذكرتها والمعلومة التي ذكرتها غير صحيحة، هذه المعلومة الصحيحة قد ينشر هذا وحدثت. من المفترض يتواصل معه؟ أنا أعتقد هل هي مبادرات وجهة نظري ولا لا؟ نحن نبغى على أيوة المؤسسة. هذا بعدين في نقطة ثانية حتى من ضمن حديثي، هناك من يتحدث عن وكالة الإعلام الخارجي الموجودة في وزارة الإعلام، نعم، واللي كثيرين يرون ما تقوم بدورها الحقيقي. نعم. إن الله لا يهينكم، تعالوا عطونا يعني وكالة الإعلام الخارجي خلوها في وزارة الخارجية. سمعنا حديث أنه ربما تسند وكالة الإعلام الخارجي إلى وزارة الخارجية. أنت شرايك؟ أنا الحقيقة يعني وزارة الخارجية، الناس، أنا قرأت مثل ما قرأت وزي ما تفضلت قرأتها في تويتر وفي أكثر من مصدر أنه هناك توجه، ولكن تظل هذه المعلومات إشاعات إلى أن تثبت صحتها. ولكن أنا أقول أنه يجب يا أخوان أن يكون هناك هيئة للإعلام الخارجي. لا يهمني أن تكون في وزارة الخارجية في وزارة الإعلام، ولكن يجب أن تعمل وزارة الخارجية مع وزارة الإعلام مع وزارة التعليم مع مؤسسة خادم الحرمين الحرمين الشريفين مع قطاعات مختلفة في البلد. هذه القطاعات هي التي ترسم صورة المملكة في الخارج. ودعني بس أركز على نقطة هنا، لدينا مقومات لرسم صورة رائعة للمملكة في كل الجهات وفي كل القطاعات، في القطاع العسكري، في القطاع الديني، في القطاع الاجتماعي، في القطاع السياسي، في كل المجالات. هذه الهيئة وضعها هيئة مستقلة للإعلام الخارجي. الصين تقوم على هذه التجربة، وهذه التجربة في الصين عندها هيئة ولكنها مربوطة، عشان أكون بدقة يعني مربوطة بوزارة الخارجية، وتعنى بما يسمى الصورة أو القوة الناعمة للصين في العالم. ولذلك يا أخي الكريم عندما نشاهد رسم في جدار نرى أن هناك الشخصية الصينية في هذا الرسم، أو سجاد معين، أو أكروبات يقوم بحركة. نحن لدينا يا أخي الصورة الذهنية عن المملكة قلب العالم الإسلامي، المشاعر المقدسة موجودة، قصص كثيرة، تستطيع وحقائق كثيرة تستطيع أن تظهرها، حتى التاريخ الإسلامي الموجود في مناطقنا. هذا قوة ناعمة للمملكة. جميل. احنا مكملين، بس نبي نطلع فاصل وفاصل بسيط بس جميل. معلومة بسيطة يعني ذكرها لي أحد الصحفيين اللي زاروا المملكة مؤخرا، وعلى نقطة أنه مقفل جوال أو ما يرد، قال لي أنه العمل الصحفي في العراق البلد الخطر أسهل من العمل الصحفي في السعودية بسبب هذه النقطة. طيب لا أستطيع فصل أكثر حول الموضوع، خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل أنا عودة.
يا أهلا فيكم. نتابع حديثنا عن صوت الإعلام السعودي الخارجي، ويتابع معنا الحديث في الاستوديو الدكتور سعيد الغامدي الأستاذ المساعد بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود ومستشار الإعلامي، وكذلك الأستاذ عبد المحسن القباني الصحفي والأكاديمي المختص في الإعلام. عبد المحسن، يعني دول عديدة عندها تجارب بوجود كيانات إعلامية تنقل صورتها وصوتها لشعوب العالم بلغات مختلفة، يعني على سبيل المثال تي آر تي التركية، عندك سي سي تي في الصينية، عندك قناة روسيا اليوم على سبيل المثال، فرانس 24، بلغات مختلفة وتنقل صوتهم للشعوب. هل ترى أنه كويس أو صار عندنا كيان إعلامي مثلا أو قناة فضائية بكل اللغات تتحدث وتنقل صورة المملكة؟ بالتأكيد، وكان حل مرضي وبالإمكان العمل به قبل سنوات، لكن الآن لا أتوقع أن القنوات الفضائية هي وسيلة مناسبة في هذا العصر. لكن على كل حال، أنا دائما أغبط كثير من القنوات العمل، تحديدا نحن كتمويل خاص سعودي، الام بي سي كانت موجودة من بداية التسعينات وكانت قناة مستمرة باللغة العربية، ثم جاءت العربية في عام 2003 وقنوات روتانا اللي تخاطب الشأن المحلي. حتى مجموعة ام بي سي، الزملاء في مجموعة ام بي سي بدأوا يتجهون إلى مخاطبة الجمهور المحلي وليس مخاطبة الجمهور العربي بشكل خاص لأبعاد كثيرة. لكن إذا أخذنا، هناك تجربة رائدة في المنطقة العربية في مخاطبة شعوب العالم، واستطاعت حتى مخاطبة النخب الغربية والسياسيين الغربيين، واستشهدت بها حتى هيلاري كلينتون بأنها تشاهد هذه القناة. ما هي القناة؟ هي قناة الجزيرة إنجليش. الجزيرة إنجليش حينما تأسست عام 2006 كان الطموح أن يتصل إلى 40 مليون منزل، لكنهم تفاجؤوا أن العدد وصل إلى 80 مليون، وأن الآن هي متوفرة قرابة 140 مليون منزل بالإمكان مشاهدة تلك القنوات، على الرغم من عدم قدرتهم في الوجود ودخول للسوق الأمريكية والجمهور العريض الذي هناك بسبب المضايقات والتشريعات الأمريكية التي كانت تتضايق من قدرة القناة على إقناع المشاهد الغربي بلغة غربية وبمظهر غربي وبلسان غربي، لكن بمحتوى وإدارة عربية لنقل أخبار هذه المنطقة، وهي كما قالوا تحويل المعلومة من انتقالها من الشمال للجنوب، ستصبح الآن من الجنوب للشمال عبر هذه. كنت أتمنى أنه هناك مشروع سعودي يخاطب العالم وفق تلك الاحترافية، ليس بالضروري أن يعمل أبناء البلد في تلك المنطقة ليكن مظهرها غربيا وليكن إدارتها غربية، ولكن المحتوى والسياسات العامة نضعها نحن. هذا المشروع للأسف فاتنا، هل يمكن تداركه؟ لا أتوقع الآن بالإمكان العمل على المحتوى الإلكتروني والرقمي. الفضائيات هو البديل للإعلام الرقمي الآن، أو الأسرع تأثيراً وتغييراً. الأسرع، بسبب انصراف الناس عن مشاهدة التلفزة، ليس كالسابق. لكن على كل حال هناك ما يمكن إدراكه، لكن يلزمنا الكثير من العمل والكثير من الجهد. جميل. طيب خلونا نسأل الآن في آخر يمكن 3 أو 4 دقائق، ما الذي يمكن أن نعمله الآن على أقل تقدير حتى يكون لنا خطوات يعني في تبني مشروع لصوت إعلامي خارجي قوي يرد على كل يعني ما يعني من شأنه أن يسيء للمملكة؟ طبعا كحلول حتكون كلها حلول سريعة وحلول علاجية وليست وقائية، بمعنى أنها لابد لكي يكون لك عمل وقائي أن تحتاج إلى عدة سنوات، تحتاج استراتيجية طويلة المدى كما تفضل أخي عبد المحسن قال عن قناة الجزيرة، مراكز بحثية مثلا. ولكن أنا أعتقد أنه وجود طبعا مراكز الفكرة هي بدأت، وأنا يعني على اطلاع على بعض المراكز التي بدأت في السعودية تعمل، ويمكن بدأ السبارك في واشنطن الآن بدأ يعمل. صح الخطوات في البداية، ولكن احنا نأمل أن يكون هناك جهد كبير جدا في المستقبل. هناك الحاجة لمراكز الفكر الوطنية بخبرات دولية، لا يعني السعوديين فيهم البركة، ولكن نحتاج من الغرب من يعطينا هذه الأفكار الجميلة حتى ننطلق. الإعلام في المرحلة الحالية نحن نحاول بشتى الطرق أن نستقطب بعض الكتاب في الغرب،
ونزودهم بالحقائق عن المملكة بمواقف المملكة، لأنه الآن كتنشئ قناة تحتاج إلى عدة سنوات حتى يقتنع المتلقي الغربي فيها. أنا عجبتني فكرة الجزيرة، ولا أودي أن أسمي قناة أخرى أيضا ولا أريد أن أسميها الآن، تستقطب الإعلاميين المشهورين في الغرب الذين تم الاستغناء عنهم من قنوات مشهورة مثل البي بي سي، مثل السي إن إن، مثل الاي بي اس اي بي سي وغيرها. إقناعهم براتب أعلى، براتب أعلى بميزات أعلى، وحتى ينتقل للعمل في هذه القناة. شخص إعلامي مشهور في أمريكا له ملايين المتابعين، عندما يعمل في قناة سعودية أو في قناة خليجية يكون له تأثير، يكون له متابعين. ولكن هذه الخطوات هي جميلة لكن تحتاج وقت أطول. الأسرع أنا في وجهة نظري الآن أنه نحتاج إلى خلنا نقول فريق يعمل بشكل سريع كل المعلومات الموجودة، نستكتب الكتاب، نستضيف كتاب، نستضيف مراسلين، نراسلهم مباشرة بالمعلومة، نصنع محتوى لدينا على وسائل التواصل الاجتماعي على اليوتيوب تحديدا بالرسائل القصيرة المؤثرة ونرسله لها القنوات ولها الأشخاص، هم يقرؤون يا أخي الكريم. ولا تنسى أنه في الغرب أيضا أنت قد لا يهمك المواطن العادي الآن، أنت يهمك النخب، الكتاب، المفكرين، السياسيين، المؤثرين، مثل ما يحدث مثلا في الكونغرس. أنت تحتاج إلى جميع عشان الوقت. أخيرا باختصار، أنا أظن أنه في نهاية المطاف لن يقبلوا بكل ما لدينا، ويجب أن يكون كذلك تقبل أنهم سينتقدوننا مهما كان، لأنه لدينا مشاكل يستطيعون يسلطوا الضوء عليه. لكن في نهاية المطاف أنا أتوقع يجب أن تكون هناك هجمة مضادة لدينا، لأنه يجب أن لا يحصلوا على الشعبية العالية والمتزايدة كثقافة موجودة في الغرب. هم لماذا أسسوا قناة الحرة وراديو سوا؟ لأنه دخلوا العراق وغزوا العراق، وبالتالي انخفضت شعبيتهم، تهمهم شعبيتهم في المنطقة. لماذا لا نكتب مثلا المجتمع الغربي يشرع زواج المثليين، أو حمل السلاح في أمريكا وأنه يقتل الناس وأنه هذا إرهاب؟ لماذا لا ننتقدهم كما ينتقدوننا؟ يجب أن تكون هناك هجمة مضادة كذلك ونتخذ موقف. لا يمكن أن نفتح ذراعينا لهم وأنه أهلا وسهلا بكم ونحن أناس رائعون وما إلى ذلك. أنتم لديكم جميل. كذلك مشاكلكم، ونريد كذلك أن نكون ند بالنسبة. أحد الإعلاميين الأمريكي كنا جلسنا في جلسة كان فيها مجموعة من الإعلاميين أنا أختم فيها، ويعني سألنا ليش المواطن الأمريكي يصدق يعني ما يطرح في الإعلام، في الإعلام لديه سواء في القنوات المشهورة أو غيرها. قال أنه الإعلام الأمريكي هو صادق في طرح قضايا الداخلية لتمس المواطن الأمريكي، وبالتالي صار يصدق حتى ما تتحدث به هذه الوسائل الإعلام الأمريكية عن الخارج، فهذا خلى الشعب ربما يصدق. وهناك نقطة إضافية، إنه الصورة أصلا من أول المرسومة في الإعلام الأمريكي لهذا البلد أو ذاك سيئة، فبالتالي المواطن يصدق مباشرة. صحيح. وهي عبر سنين طويلة. شكرا لكم، شكرا دكتور سعيد الغامدي أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، شكرا كذلك للأستاذ عبد المحسن القباني الأكاديمي والأكاديمي والكاتب المختص في الإعلام. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل نعود.